عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة. ومبادرة صلح من نادي الزمالك إلى نادي الأهلي، تبدأ برموز نادي الزمالك إلى رموز نادي الأهلي. إيه طيب اللي بيحصل؟ شفنا مبارح كابتن أحمد مصطفى لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة الحكماء اللي هي موجودة في الزمالك دلوقتي. طبعا لجنة الحكماء دي مكونة من بعض كبار اللاعبين وقدامى اللاعبين في نادي الزمالك، وبرضو مكونة من بعض حكماء نادي الزمالك زي طبعا كابتن أحمد مصطفى، زي دكتور كمال درويش، وهكذا. يعني فيها ناس ايه كبيرة في السن شوية ليها طبعا كامل احترامها، وناس يعني المفروض ان هي تتصف بالحكمة. المهم كابتن أحمد مصطفى كان بيتكلم ووجه دعوة خاصة لكابتن أحمد شوبير. هو حاليا أحمد شوبير لا يمثل جهة إدارية في النادي الأهلي، ولكن هو معروف أنه هو راجل أهلاوي، يعني البلد كلها عارفة أن أحمد شوبير أهلاوي، وأن أحمد شوبير بيحب الأهلي، وأن أحمد شوبير يعني ما فيش، هو راجل كل انتمائه للأهلي. فوجه له دعوة وقال له عايزك تيجي تنورنا في نادي الزمالك ونسهر فيه زي زمان، ونقعد وناكل ونشرب ونقضي يوم، وان انا بقالي 5 سنين ما دخلتش النادي، وقعدت اقول يا رب طول في عمري لغايه ما اخش النادي تاني، النادي اللي تربيت فيه، النادي اللي بدات فيه، وحمدت ربنا وشكرته لما دخلت النادي تاني. فانا بدعوك انك تيجي تنورنا زي زمان ونقعد مع بعض ونسهر ونتكلم وندردش وهكذا. طبعا طلع دعوات كتيره جدا 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 من جماهير الزمالك تطالب بعدم دخول احمد شوبير الى النادي ولا لشوبير داخل الزمالك، وطلع دعوات كتيره جدا 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 ايضا من جمهور نادي الزمالك على الجانب الاخر. لان يعني دايما انت لازم تبقى عارف ان اي جمهور في العالم واي ناس في العالم مفيش مجموعة من البشر هيتفقوا على حاجة واحدة دايما، لا اكيد كل مجموعة هيبقى فيها اللي موافق واللي رافض واللي بيشاور عقل. فلقينا هاشتاجات على تويتر يقولك لا لدخول شوبير نادي الزمالك، لا لشوبير داخل الزمالك، وشتايم ومش عارف ايه وبتاع، وهاشتاجات تانية تقولك مرحب برجوع العلاقة الاهلوية الزملكاوية، ومرحب بصلح الاهلاوي الزملكاوي، و و و و هقول لك رأيي في الموضوع ده عشان نخش على الموضوع اللي وراه. انا وجهة نظري ان دعوة كابتن احمد مصطفى لكابتن احمد شوبير دي دعوة محترمة، الراجل محترم، عايز العلاقات ترجع ما بين الناديين، عايز ما يبقاش في توتر وقلق بين الناديين بين الجمهورين، الدنيا ترجع واحدة واحدة. ولكن انا يعني الحاجات اللي زي كده بشوف فيها نقطة بس، ان زي ما حصل دعوة من نادي الزمالك الى نادي الاهلي، او يعني دعوة شفهية او رسالة شفهية من بعض قدامى اللاعبين لقدامى اللاعبين الاخرين، انا اتمنى ان دي تتعمم وتبقى دعوة من مجلس ادارة نادي الزمالك الى مجلس ادارة نادي الاهلي والعكس لزيارة بعضهم البعض. ومفيش اي مشكلة ان الزمالك هو اللي يبدأ البادرة، عادي جدا، لان يعني ادارة الزمالك السابقة غلطت كتير في ادارة الاهلي الحالية، وحصل مشاكل كتير، وحصل شتيمة، وحصل يعني إهانة كتير. فما فيش مشكلة نادي الزمالك يبدأ هو البادرة بتاعة الصلح، وهو اللي يعزم كل إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك، وبعدها على طول العكس صحيح. أتمنى برضو أيضا زي ما أتمنى أن الزمالك يعمل كده، أتمنى أن الأهلي أيضا بكامل ادارته يعزم ادارة الزمالك الحالية. هو مش مشكلة اسماء في ادارة الاهلي او الزمالك، هي مشكلة كيانات، ان الاهلي بيعزم الزمالك والزمالك بيعزم الاهلي. الموضوع ده يا جماعة والله هيدوب خلافات كتير جدا ما بين الجماهير، هيزيل كثيرا جدا من التعصب الاعمى، هيشيل كتير جدا من الاحتقان ومن التريقة ومن السف ومن الاستخفاف ومن الشتاي ومن الاسلوب الغير لائق ده. يعني اتمنى ان الموضوع ده يتم على خير، وكابتن احمد شوبير
الراجل ما ابداش اي اعتراض، بالعكس الراجل ابدا كامل الترحيب وقال لك انا راجل بحب الزمالك، وفي مره من المرات في بعض فترات حياتي كان هيحصل لي مشكله وكان هيحصل لي ناس هجمت عليا وكان هيقتلوني، وابناء متعقبه هم اللي انقذوني، وابناء متعقبه هو الراجل ده على لسان كابتن احمد شوبير، وابناء متعقبه هم اللي خلصوني من الموضوع ده، وحتى لما عرضت عليهم مكافأة مالية رفضوا، لأن دي أخلاق ولاد البلد، أخلاق ولاد مصر، أخلاق أي حد مصري بيحب مصر. فيعني الراجل ما أبداش أي استياء ولا أبدأ أي رفض، فأتمنى التجربة تتعمل. الحاجة التانية معانا النهاردة هي إن نادي الزمالك حصل اتصال هاتفي بين أحد المسؤولين عن إدارة نادي الزمالك وأحد المسؤولين عن إدارة النادي الأهلي. أنا ما أعرفش الأسماء إيه يعني، بس أنا عارف المسؤولية يعني. المهم إن الاتصال ده كان بسبب إن إدارة نادي الزمالك عايزة تلغي القضية بتاعة نادي القرن اللي كان فيه مشكلة بينها وبين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن احد اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي رد على احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك او اللجنه الحاليه اداره نادي الزمالك بالرفض. قال لهم لا مش هينفع، انا القضيه دي مش معاكم انتوا، القضيه دي مع الاداره السابقه فلازم نكمل فيها. فهو بس كنا او كان عضو مجلس اداره نادي الزمالك الحالي بيحاول ان هو يخفف حده القواضيه من الاهلي والزمالك، ويحاول ان هو لو ينفع نشيل حاجه نشيلها وهكذا. فتم إبلاغه إن جميع القواضي والمشاكل دي كلها مش على نادي الزمالك ككيان، ولكن على الإدارة السابقة لنادي الزمالك، وفي بعض القضايا على نادي الزمالك زي استغلال كلمة نادي القرن وهي ماركة مسجلة للنادي الأهلي، فدي ممكن تغرم نادي الزمالك. فهنشوف اللي هيحصل إيه والفترة اللي جاية إيه والحكم في القضية دي هيبقى إيه، وهنعرف إن شاء الله التصرفات ما بين مجلس إدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك. الخبر الاخير معانا النهارده هو رئاسه نادي الزمالك. كلام كتير عن رئاسه نادي الزمالك وكلام كتير عن الناس اللي مرشحين نفسهم او اللي هيرشحوا نفسهم في انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك لرئاسه النادي. يمكن كنا سمعنا دكتور مدحت العدل كان طالع من فتره في برنامج وقال ان هو ناوي باذن الله يترشح في الانتخابات القادمه على مقعد او مقعد رئاسة نادي الزمالك، وانه هو ينزل النادي وهيقعد مع الجمهور تاني زي زمان، ويعرف هم عايزين ايه ومش عايزين ايه وايه اللي يبسطهم ومش عارف ايه واوضاعهم والكلام ده كله، ويقدر يختار ناس من جوه النادي من محبين النادي يدخلوا قائمته عشان يحاول ينجح هو وقائمته مع بعض. المهم فده اول المرشحين اللي اعلنوا رسميا. طبعا كابتن احمد سليمان المرشح السابق امام مرتضى منصور او امام استاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق برضو بنسبه كبيره جدا هيرشح نفسه في انتخابات رئاسه نادي الزمالك. ايضا في كلام كتير بغض النظر ان هو استبعد ده، يعني كابتن او دكتور عمرو الجنايني حصل كلام كتير جدا من بعض المقربين منه ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات بتاعت رئاسة نادي الزمالك، ولكن هو انكر ده وقال لا انا طول عمري بخدم نادي الزمالك من بره النادي، وتعاقب عليا 4 أو 5 ادارات لنادي الزمالك وخدمت نادي الزمالك دايما من بره النادي، فانا مش حابب ادخل جوه المنظومه واخدمه من جوه المنظومه، انا عايز افضل اخدمه من بره المنظومه. فانا اعتقادي لا ان هو الراجل هيخدم نادي الزمالك من جوه المنظومه، يعني اعتقد المره دي ممكن يرشح نفسه في الانتخابات، ممكن يعني يقدم نفسه على مقعد رئاسه نادي الزمالك. واعتقد المره دي الموضوع هيبقى جد شويه، مش مجرد ان هو هيخدم نادي الزمالك من بره بس، وخصوصا ان الموضوع هيبقى دي من اسهل انتخابات نادي الزمالك، ان مش معروف مين اللي هيكسب، مفيش رمز معين او اسم معين في اللي موجودين كلهم او اللي هيرشحوا نفسهم او اللي بيتكلموا عن الترشح ضامن المقعد، لا تلاقي كله حظوظ متساويه. والمفاجاه الاخيره بقى ان في كلام كتير ان في رئاسة نادي الزمالك القادمه احد افراد عائله الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
هيرشحوا نفسهم وكلام كتير جدا عن امير او احمد وكلام كتير ايضا عن امير بالذات ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات. فان شاء الله الفتره القادمه هنشوف مين اللي هيرشح نفسه رسمي وهنبلغكم اول باول. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف قناه صحف الكوره، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.